السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نتعرف على أحد مشكلة الصوت. قد تكون مشكلة الصوت إما تعريف وإما تعطيل أو تعطيل أداء الصوت. أولا نذهب إلى إدارة الكمبيوتر، ثم نذهب على إدارة الأجهزة، ونذهب إلى هنا أجهزة التحكم بالصوت والفيديو والألعاب، نفتحها ثم نختار جهاز الأوديو، أضغط على تمكين، وفي الجهاز الآخر نضغط على تمكين مرة أخرى ونعيد التشغيل. إن لم تنجح معك الخطوة نذهب إلى المتصفح سوف أضع رابط تحميل أسفل الفيديو. ندخل إلى هذا البرنامج الذي سوف نقوم بتحميله. ندخل سوف أعطيكم هذا الرابط، نضغط على داونلود فري ونحمل الأداة ونثبتها بشكل عادي ونعيد تشغيل الكمبيوتر، وسوف تلاحظون اشتغال الصوت بدون تردد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.